السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب. اوكي، عمدة المصريين في بداية، تحياتي لكم من سيراشا، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربنا يعود الايام علينا وعليكم بخير. تحياتي لاخويا احمد من الكويت في دولة كندا على جنسية كندية، وتحياتي تحياتي الشعب الكويت كله المحترم، وتحياتي لاخويا وحبيبي ابو فاطمة من دولة الامارات، وتحياتي لاخويا وحبيبي اللي لسه قافل معايا دلوقتي واشتقت لصوته قوي، بقالي شهر ما اعرفش حاجة عنه، اخو عزيز وغالي اخويا ابو حمد من دولة الكويت. تحياتي لدولة الامارات، دولة الكويت، تحياتي كل الشعوب العربية والسعودية والامارات وكل الدول العربية، تحياتي لكم من سيراشا. وحبيت ان انا اعمل لكم يعني بعض اماكن كده من سيراشا، لكن بالنسبه للناس اللي هي بتسال على الموضوع القديم، يا جماعه صدقوني لو في اي حاجه، انا ما خدتش فلوس ولا حاجه، لو في اي حاجه صدقوني انا هطلع واقول لكم. انا زي ما قلت، انا فوضت امري لله سبحانه وتعالى، جاب فلوسي جابها، ما جابهاش القضيه انتهت، انا بحاسب. المهم تحياتي لكم من بتايه طويل من سيراشا، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله احنا في توضيب كافيتيريا العمده، ونحمد الله رب العرش العظيم. نعم ربنا علينا، ربنا سبحانه وتعالى، البني ادم ما يقدرش لا يضر ولا ينفع الا بامر الله سبحانه وتعالى. كل عام وانتم بخير. بمناسبه شهر رمضان الكريم، حبيت بس ان انا اوريكم بعض اماكن من سيراشا. تحياتي لكم من بتايا تايلاند، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله تعالى. تحياتي لكل الدول العربيه وكل الخليج وكل اخواتنا من شتى الارض، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحنا في انتظاركم ان شاء الله تيجوا تشرفونا في كافيتيريا العمده، معروف الشارع، شارع ليان صباي. الكافيتيريا ان شاء الله مقابله لفندق برمين تمارين صباي. ربنا يعيد علينا وعليكم الايام بخير، وصدقوني والله العظيم انا شفت ايام لن انساها في حياتي، ولكن ما بدي الا ما بتفرق. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. تحياتي لكم من بتايا طايله من سيراشا، وكل عام وانتم بخير، وانتظرونا في الحلقات القادمه، وكل عام وانتم طيبين.